السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نتابع في الخبر الأول: في ظل فوضى السلاح والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وإفلات المجرمين من العقاب، تتوالى مشاهد القتل التي توثقها الكاميرات. مقطع متداول يوثق جريمة قتل قرب مطعم باتشة أبو حسين أو أبو حسن في النجف ليلة أمس، وانسحاب القاتل نحو سيارته بكل بساطة في مشهد يعكس الانهيار الأمني. فنشاهد. نبقى في ذات السياق، حيث تم قتل سائق يعمل في شركة آسيا سيل أمام مقر الشركة في منطقة الجزائر وسط البصرة من قبل زميله في نفس الشركة بسبب خلافات في العمل، وفقا لشهود عيان. فنشاهد. دعونا نتابع التعليقات التي وردت على هذه المقاطع في موقع فيسبوك مشاهدينا الكرام. في أول تعليق لدينا من أبو أحمد يقول: والله لو قانون قوي وصارم بحق المجرمين والقتلة ما كان هيج صار ووصلت الأمور. لو المجرم رأسا ينحكم بالإعدام أمام الناس وبمكان الجريمة كان صفت الأمور، بس حسبي الله ونعم الوكيل. اسكندر محمد يقول: عند غياب القانون يكون القتل والخطف والسرقة أمر طبيعي، من أمن العقاب أساء الأدب. يوسف العبودي يقول: كل هذا من وراء الحكومة الفاشلة اللي ما قاعد تخلي أحد أو ما قاعد تخلي حد الهيج نماذج طب سجن يومين ويطلع بالرشوة والمحسوبية، شيء طبيعي تكثر الجريمة والقتل والتسليم. ليليان عمر العزاوي تقول: شنو عايشين بغابة وتاليها وياها البلد؟ تتساءل. طبعا نبقى في البصرة، وهذه المرة عن ظاهرة النزاعات العشائرية المرتبطة أيضا بفوضى السلاح، حيث تعرضت قوة من الجيش الحكومي لإطلاق نار أثناء توجهها لوقف نزاع عشائري في منطقة قضاء قرمة علي في محافظة البصرة. المقطع التالي يبين انسحاب القوة بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف دون أن تفلح في وقف النزاع، ما يبين ضعف القانون والقوات الحكومية في بسط سيطرتها على من يملك السلاح في حين يظهر بطشها على المواطن العازر. فلنشاهد. الفلتة يا صاحب الفلتة. الفلت. أها. البت 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 البت. هاي يرمون على الجيش. طب. شلون حشرة هاي؟ يلا وين المحافظ العيداني؟ هاي شوف هاي البصرة
قرمت علي. هناك تعليقات وردت حول هذا المقطع على فيسبوك، دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من هذه التعليقات. في أول تعليق لدينا أبو شجاع يقول: هايلو بالغربية كان قبل داعش وضربوهم راجمات. صالح الجشعمي يقول: استهتار بسبب ضعف القانون. وفي تعليق من أحمد أبو لطيف يقول: ماكو قانون، فوضى مع الأسف الشديد. والبازي يقول: لو أكو دولة وقانون ما صار هيك، بس إذا تحكي وتقول الله يرحم صدام يقولون عليك بعثي. يلا مو إجوا اللي كانوا معارضين لصدام؟ شفنا منهم غير هذا الاستهتار والتمرد؟ يتساءل. ننتقل إلى موضوع آخر، رد مواطن عراقي على خطيب الجمعة في محافظة القادسية وهو أيضا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حسن الزاملي خلال حديثه عن المتظاهرين، حيث رد المواطن قائلا: من جاء من الخارج بعد عام 2003 وأنت واحد منهم هم دمارنا، الأحزاب الإسلامية التي أنت واحد منها هي من دمرت البلد، الحكام الشيعة هم من أوصلوا البلد لهذا الحال، التاريخ سيكتب أن القادة الشيعة هم الذين دمروا العراق لأن القرار كان بيدهم كما قال المواطن. دعونا نشاهد. يأتي حق من الفسقة يتهمهم بالذيول دين نمر والذي يلعب خلف الصهيونية وخلف الأمريكان هذا لا يستنفر به. سيد آسف، هذا شوي قاطع، أنت تتحدث من بعد 2003 لحد الآن من جاءنا؟ أنا جبتهم كمواطن، هم نفسهم الإسلاميين اللي أجنا بك من عدهم والآخرين، أنت ليش حملنا كمواطنين؟ إذا بعد 2003 الحكام الشيعة والقادة الشيعة والموجودين هي الأحزاب الإسلامية اللي جنابك جزء من عدهم، فإحنا لا إحنا ضحينا بأولادنا، ضحينا بأولادنا لأجل مقدساتنا وبلدنا، أما ما نتحمل هذا الحديث. لا نتحمل الحديث. أنا أتحدث عن السياسة التي مثلنا عنها ووصلنا إلى هذه المرحلة. السياسة اللي جابتنا السياسة الشيعية الفاشلة. لماذا فشل المسلمين فقط؟ إذا أنت لا تعم فخص الجهة، إحنا لا نحدد اليوم، أنا لا متحزب والكل يعرفني، لكن أنت في هذا حديثك نسبت من بعد 2003 أنا معاك، لكن من هم؟ هل هم العراقيين الداخلين؟ لا أبدا. من أتانا من خارج وكنا خيرا وكنا نأمل فيهم خيرا، لكن أوصلونا وأصلوا إلى مرحلة أنا لا أقبل، أنا لا أقبل أحد. إيه حاصل؟ أوصلونا إلى مرحلة ونزلنا منها إلى الأشواط. نأسف إنه العراق في يكتب في التاريخ إنه من أوصل البلد والعراق هم الشيعة وليس الآخرين، وليس الآخرين. ولذلك نجح عدونا في إيصالنا إلى أننا نتهم من أيدينا. دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع. مهند يقول: سبحان الله، عندما ظهرت الحقيقة من لسان هذا العراقي الغيور لم يتحمل المعمم المدعي حبه للوطن ونجح في إظهار المعمم معدنه الطائفي الحاقد. أحمد البصراوي يقول: هاي بداية الغيث قطرة، الآن بهكذا رجال نستطيع أن نقضي على هؤلاء السراق. جمعة العراقي يقول: الشعب بدأ يتكلم ويكسر حاجز التقديس الأعمى. خضر يقول: آن الأوان للطم هذه الحثالات من دعاة القتل والنفاق على أفواههم. ننتقل إلى موضوع آخر. يواصل خريجو الجامعات وحاملة الشهادات العليا والمهندسون اعتصامهم في منطقة العلاوي ببغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم. في المقابل اعتدت القوات الحكومية بالضرب على حاملة الشهادات العليا والمهندسين المطالبين بالتعيين وفقا للمقاطع المتداولة، فضلا عن استخدام الكهرباء في صعق المتظاهرين لتفريقهم. دعونا نشاهد.
لو غازين لو غازين القدس كان ما نزلتونا هالقد قوات. طوال سنة احنا مسالمين، لا رفعنا صوتنا على احد ولا تعدينا على احد. تجمع وطن كلها تشيد بيه. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. كل شيء ما اقول ضرب الكهرباء وهروات، ينضرب ويهان بالعصي والهروات. هذا حال حامل الشهادة العليا. عصي عصي كهرباء الكهرباء ضرب موجود بنفس المكان القديم. انا خفت انا ارشد 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 والله ارشد شوي يا شباب يا وليد اسمح لي. هذا الواقع من الواقع الحبايه وين يعطيني اياها؟ وين هذا ضربوه بالكهرباء؟ لا دفروه برجله. حسبي الله. طبعا تداول مغردون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي واسم ما نرجع إلا بالتعيين. دعونا نتابع جزءا من التغريدات التي جاءت وهي مرتبطة طبعا بالمقطع الذي عرضنا. حوراء تقول: تقدم البلد مرهون بإنصاف كفاءاته، وظلمكم لنا هو دليل قاطع على هدم الوطن. تجمع وطن للشهادات العليا. في تغريدة من فاطمة تقول: لأن شهاداتنا حقيقية ظلمتونا وجعلتم مكاننا الأرصفة والشوارع، ولأنكم تفتقرون للشهادات شرعتم القوانين، تلو القوانين من أجل الحصول على الشهادة لن تفلحوا. إيمان تقول: حملة الشهادات العليا سهروا الليالي وقضوا سنوات عمرهم الجميلة في الجد والمثابرة، من أنتم حتى تسرقوا أحلامهم؟ ولدينا حيدر يقول: كل الحكومات المتعاقبة على هذا البلد تقصدت أن تهمش الشهادات العليا من خلال تشريع قوانين تصب بمصالحهم المادية والعائلية، وتركونا للزمن نستغيث. للأسف هذا حال المواطن العراقي والخريج العراقي في بلده، في بلد غني، بدل أن يحظى بوظيفة مثله مثل أي شاب آخر في أي دول في دول العالم المحيطة بنا، لكن في العراق ويجلس على الرصيف ويطالب بحقه في الوقت الذي الجاهل والفاشل دراسياً نراه يتذيل، نراه يتبوأ مناصب عليا في الدولة. نراكم بعد قليل. في فقرة أنت ترى، شكى مهجرون ناحية اللطيفية جنوبية بغداد من صعوبة أوضاعهم المعيشية في منطقة الإسكان الصناعي في بابل، مؤكدين أنهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم وأنهم يسكنون وسط النفايات وغيرها، منشدين الجهات المعنية بالنظر إلى معاناتهم والمساهمة في العودة إلى مدنهم ودفع مستحقاتهم المالية التي لم تسلمها لهم وزارة الهجرة والمهجرين حتى الآن. فنشاهد. أنا مهجر من اللطيفية، عندي شهادات 8، فجران بيوتنا فجروها كلها لحد الآن، يعني يركبون ورانا باللطيفية. عندنا جيعانة ما يقدر نطبها، كل ما نروح لها يهددونا. والله يعني وين نروح؟ احنا عندي 3 بنات، انا وين اروح؟ رجلي مريض يشتغل عماله، يعني والله راسه ظهره يعني كله جسمه يوجع. حفظ العمال يوم يطلع شهر قاعد، يعني شطان البنات وما هجر. وهاي المستمسكات مالات الاستاذ كلها موجوده هاي، وينها من 2006 ولحد الان. اراجع الهجره والمهجرين، روح على الموازنه على الموازنه على الموازنه، وجابونا من ذاك اليوم لهذا اليوم. زين انا وين اروح؟ قل لي وين اروح؟ هذا يعني بيش عايشه؟ قل لي يا مكان اروح استاذ، انطينا حل لا اروح بيه، انطوني مكان اروح بيه. زين وين اروح؟ يلا قل لي الحل. حلالي راح، تدمرت جهالي، ما ظل بي يعني. حتى جيت هنا بطريقه احنا عايشين على القدره، عايشين على القدره، ترى شلون؟ لا اكو من واحد يلتفت عليك والناشده، انتهينا من الناشده هالقد ما ظلينا، ملينا لعبه نفسنا. زين لا ناشدنا القائم مقام، ناشدنا المحافظ، ناشدنا البرلمان، ناشدنا شكو شريف، شكو معمم ناشدنا. زين هي هاي حاله؟ تعال هسه تعال انظر، انا مو مواطن عراقي؟ تعال شوفني، تعال قاعد بنص النفايات، زين بنص المياه الثقيله، عرفت شلون؟ هذا الحرمه يسود كلاب وبنص القصاب. زين انا الي حقوق على هاي الدوله؟ مو بس انا، احكي لك على ناس هواي منتهين، يعني طبقه منتهيه بشكل يعني. زين
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع برنامج تواصل دوت كوم. الآن ننتقل إلى فقرة الخبر المزيف. بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يدعي ناشروه أنه يظهر الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب وهو يحطم المكتب الرئاسي في البيت الأبيض. لكن المقطع هو مشهد تمثيلي من برنامج كوميدي بث عام 2017. يظهر في الفيديو شخص يبدو أنه ترامب يحمل عصا بيسبول ويحطم محتويات مكتب شبيه بالمكتب الرئاسي في البيت الأبيض. وقد جاء في النص المرافق له: بعد فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية ترامب يفقد صوابه ويحطم كل ما حوله. لكن المقطع ليس حقيقيا ولا علاقة له بالسباق الرئاسي، فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أرشد البحث إلى أنه مقطع مقتطع من برنامج كوميدي بث عام 2017 على قناة كوميدي سنترال الأمريكية. البرنامج يحمل عنوان The President Show، وقد عرض عام 2017 مع حلقات خاصة كان آخرها وثائقي ساخر عن البرنامج عرض في تشرين الأول أكتوبر عام 2018. فلنشاهد. الآن في فقرة صندوق الوارد، هناك مناشدة وردتنا عبر صندوق بريد قناة الرافدين، دعونا نقرأها لحضراتكم. المناشدة تقول والرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نناشد عبر قناتكم الكريمة الجهات المعنية في صلاح الدين بإيجاد حلول لنقل الأسلاك الكهربائية من وسط الأحياء السكنية في قرية عويجيلة بالساحل الأيسر لقضاء الشرقاط إلى الشارع العام، ولكم الشكر والتقدير. هذه مناشدة، وهناك الكثير من المناشدات أيضا تصلنا عبر صناديق بريدنا في مختلف الصفحات أو المواقع الإلكترونية لقناة الرافدين. بإمكان حضراتكم أن تقوموا بمشاركة هذه الرسائل بإرسالها لنا لعرضها إن شاء الله قدر المستطاع. نراكم بعد قليل. الآن في فقرة الهاشتاج، يواصل خريجو الأعوام السابقة حراكهم على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتعيينهم. هذا الحراك يتزامن مع دعوى قضائية حركوها على أمل أن ينصفهم القضاء وينظر فيها بتاريخ 25 من نوفمبر الحالي. الخريجون أطلقوا وسم قضاء عادل للخريج القديم للحديث عن مظلوميتهم قبل التاريخ المرتقب للمرافعة. لنستعرض عددا من هذه التغريدات التي وردت حول هذا الوسم في تويتر. ملكة التميمي تقول: الحياة تتطلب الصمود في المواقف، لذلك صمودنا من أجل القضية ثابت. آن للوطن أن يحتوي الخريجين القدامى، فأنين أصواتهم أصبح مؤلمة، لا مجال للتهميش مجددا، فهم عازمون على استحصال حقوقهم. التعيين دون قيد أو شرط مطلبنا، كفى تهميش لحقوقنا. صلاح النجفي يقول: نحن مجموعة من الخريجين المظلومين بسبب سياسة فاشلة، وقد ضاع حلمنا بسببها وبسبب المحسوبية والمنسوبية وتفشي الرشوة والفساد الإداري في دوائر الدولة. تغريدة أخرى من نور عباس تقول: نطالب بالتعيين بدون قيد أو شرط. وآخر التغريدات لدينا من علي تقول: ثورتنا لاسترجاع حقوقنا مستمرة ولن نتراجع إلا بتحقيق مطالبنا. الخريجون القدامى طلاب حق، وحقهم التعيين وفق الأقدمية، أنصفونا. موعد مرافعة الدعوى القضائية التي أقامها الخريجون القدامى في العراق لاستعادة حقوقهم المشروعة يوم الأربعاء 25 من نوفمبر 2020. كانت هذه جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. طبعا دائما نقول هناك الكثير من المتفاعلين، لكن دائما ما نحصر التغريدات بعدد معين لضيق الوقت. نراكم بعد قليل. في الآن فقرة القصص المنوعة، هناك حديث عن
مذكرات باراك أوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة يكشف من خلالها أسرار عن علاقة بلاده بالكيان الصهيوني. دعونا نشاهد مزيدا من التفاصيل في المقطع التالي من شبكة رصد. لن أرحل حتى أرى طفلي، كانت صرخات امرأة مهاجرة في عرض البحر تجسد مأساة المهاجرين غير النظاميين. مزيد من التفاصيل مع القصة المنشورة على موقع أنا العربي، فلنشاهد. ماما بيبي، ماما بيبي، حلوز ماي بيبي. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.